اللي تقدمت وسارت بمسار هذا الشوط. اشوف التنافس الثنائي جميل ولكن مضبوط، الذي ينطلق بالمركز الاول مضبوط من هجن العاصفه يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير يقود المشاركين، بينما يلي بالمركز الثاني ويتقدم الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. الاثنين انطلقوا من البدايه وباعدوا وبدا بير الشوط. ناخذ المركز الثالث، والمركز الثالث الراسي تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، يضمره حمد بن علي العويسي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع باروت ياتي في المركز الرابع من هجن العاصفة يقود في التضمير الواثق حمد بن راشد بن غدير على رابع المراكز. الفائز في المركز الخامس تعود ملكيته لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر عبد الله بن نايفة الهاجري يتقدم على المركز الخامس، بينما المركز السادس تواجد ايضا من الغزال في المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم في تضمير مطر بن محمد بالضبيعة، بينما المركز السابع وصل فيه في هذه اللحظات الاسد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن غدير. المركز الثامن هذا كفو من هجن العاصفه يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز التاسع في هذه اللحظات الرصاصي ايضا من هجن العاصفه بقيادة الواثق، بينما المركز العاشر الشمالي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي يضمر علي بن سعيد الخاطري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصايل والأصالة في ميدان المرموم في تحديات المرموم وانطلاقاته في أثارة هذا المساء الجميل على أرضية هذا الميدان وعبر شاشة دبي ريسنج بث مباشر حي على الهواء في الكادر العلوي. الاثنين ينطلقون ويتبادلون المركز الأول، غير وعاد اللي هو الغزال إلى مقدمة الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع المتمرس عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، يتصدر شوط الختام ويتقدم الجميع، بينما المركز الثاني هذا مضبوط مضبوط من هجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات الراسي ياتي في المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وحمد بن علي العويسي يقود في التضمير، بينما باروت يتقدم كذلك من هجن العاصفه بقياده الواثق حمد بن راشد بن غدير. والمركز الخامس هذا اللي في المركز الخامس الفايز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن نايفه الهاجري. هذه المراكز الاولى المتقدمه، هناك ايضا يتواجد شعار هجن العاصفة الحاضر مع كفو وكذلك مع اللي هو الرصاصي يضمرهن الواثق، وهن على المركز السادس والسابع. المركز الثامن هذا الأسد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يضمر علي بن راشد بن غدير، هناك أيضا يتواجد الغزال لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمر مطر بالضبيعة، وهذا المركز العاشر الشمالي لسمو الشيخ صقر بن وليد القاسمي علي بن سعيد الخاطر يقود في التضمير. هذه النتيجة للمراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي، ولا زلنا نتواصل في شوط الختام وختامها مسك، ولكن بعد نهاية السباق لا زلنا نذكر ونقول أنتم على موعد وترقبوا المزاد الثالث للمزاد الشخصي مشاهدي الأعزاء لأجود السلالات على شاشة دبي ريسنج مشاهدينا متابعينا الكرام، و في الميدان الكبير في منصة 8 كيلومترات، والدعوة عامة للجميع. هكذا أعود مشاهدين الأعزاء مرة ثانية على المراكز الأولى. الاثنين هناك انفردوا مشاهدين الأعزاء بالمراكز الأولى وبالتحدي الأول، لازال
لا زال اللي مسيطر على مقدمة الشوط ويقود المشاركين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم اللي هو الغزال، يضمر عتيج بن سالم بالعرطي يتصدر ويقود المشاركين، بينما يلي مضبوط في المركز الثاني من هجن العاصفة ضمر الواثر حمد بن راشد بن غدير، بينما باروت يتقدم في هذه اللحظات، باروت من هجن العاصفة على المركز الثالث يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما هناك يتواجد الفائز الفائز يتقدم بالمركز الأول في هذا الانطلاق. الفائز تعود ملكيته لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر اللي هو عبد الله بن نايفة الهاجري في هذا الانطلاق، وهذا التواصل الجميل والشيق على أرضية هذا الميدان، عوده إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق وهذا المسار الشيق والجميل، عوده إلى مقدمه، عوده الى الانطلاق. هناك مسيطر الغزال على المركز الاول ومنطلق بالمقدمه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي، ما شاء الله مندفع بقوه وباداء رائع وجميل ليختم اشواطنا بالمسك في هذا المساء، وهذا الاندفاع، هذا هو الغزال يرقص بدون اي اوامر، اليه في الابطان وعرضه تلقائي وذاتي بدون اي اوامر من ابو احمد عتيج بن سالم بالعرطي، كذلك من تمرس في عملية التضمير وقدم الكثير من الإنجازات مع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وهو ينفرد عن الجعدان ويسيطر على المقدمة ليعلن هذا الفوز وهذا الانطلاق الشيق. تهانينا وناموس على هذا الفوز في شوطنا، شوط الختام، الشوط الرابع عشر في مصيدة الإذاع وسن الإبداع هنا في تحفة الميادين في الميدان الذكي المرموم. هذه لحظات الوصول ولحظات انتزاع ناموس الفوز من قبل الغزال، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية لعتيج بن سالم بالعرطي الحميري. لحظات الوصول إلى خط النهاية والإعلان عن الفوز والناموس. المركز الثاني اللي هو الفائز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث والرابع من هجن العاصفة اللي هو باروت وكفو، والمركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المربع مكتوم المكتوم. هكذا مشاهدي الأعزاء الخمس المراكز الأولى في حالة وصولها إلى خط النهاية، عودة مرة ثانية للتوقيت الزمني أو عودة إلى شوط الختام والتوقيت الزمني مع أبو عدنان مع تيسير شنابلو. هذا هو على شاشة التلفزيون الغزال يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها تسع دقائق 26 ثانية بالوفود تمام. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد، الثاني موصولة لعتيج بن سالم بالعرطي على هذا الفوز. نشوف المركز الثاني وناخذ توقيته، هذا هو المركز الثاني، ما شاء الله الغزال مباعد بينه وبين بقية المراكز، بينما وصل في المركز الثاني الفائز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن نايفة الهاجري الذي قدم هذا هو في 9 دقائق و35 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. نشوف المركز الثالث، المركز الثالث يا أبو عدنان، كذلك هذا الثالث الذي على شاشة التلفزيون يصل اللي هو مضبوط من هزم العاصفة في توقيت زمني 9 دقائق و38 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. هكذا كانت نتيجة مساء هذا اليوم بالنسبة لأشواط هذه الفترة.